مرض الهوس ده شيء يختلف عن كلمة الهوس في اللغة العربية، وكلمة الهوس كما درجت على ألسنة الناس، مهووس بكذا أو مولع بكذا، مهتم بيه زيادة عن اللزوم، عايز أجيب الجديد منه على طول، حاجات كده. ده لا ما أقدرش أعتبره مرض نفسي إلا في حالات قليلة جدا. الهوس كمتلازمة أعراض أو مجموعة أعراض نفسية هو معناها الطبي حاجة، عندنا حاجة اسمها نوبة الهوس. نوبة الهوس ديت معناها أنه الإنسان مزاجه بيعلى قوي مرتفع، بيبقى نشيط جدا، تقريبا كل الطاقات بتاعته والقدرات بتاعته الذهنية والمعرفية والشعورية بتبقى عالية قوي، كل حاجة زيادة قوي، يعني ذاكرته تبقى حادة جدا، قدرته حتى على أنه يشوف الألوان، يشوف الألوان جميلة قوي، يشوف الألوان الكونتراست فيها عالي جدا، يعني كل حاجة أوفر زيادة، كل حاجة زيادة خلاص. بالتالي هو هيبقى قاعد في الحال، طبعا في عندنا يعني الهوس ده كذا نوع، في عندنا الهوس الخفيف، في عندنا الهوس اللي درجات. هو درجة أعلى ومش معاها أعراض ذهنية، وفيها يعني ما بنفصلش عن الواقع أعراض. بصي هو في الهوس أنا ببقى يعني كده في شتي عايمة قوي، شايف نفسي، حاسس بقيمة نفسي قوي وبقدراتي وبطاقاتي وثقتي بنفسي في السماء خلاص. كل ده جميل اهو، لما توصل المسألة ان انا ابقى يعني حاسس ان انا لو نطيت من الدور الرابع مش هيحصل لي حاجة. انا ما يحصل ليش، ناس تانية يموتوا لكن انا لا. هو هنا حاسس ان قدراته مضروبة في 20-30. طب وهو اللي بيبقى حاسس بالحاجات دي كلها ان هو فخور بنفسه وحاسس ان هو ما فيش زيه في الدنيا، بيبقى حاسس ان هو عيان مريض يعني؟ خالص طبعا، بقول لك اذا كان الطبيب النفسي او الراجل يعني شغلته ديت مش هياخد باله او هيحاول ما يشوفهاش يعني. من درجة من شدة ما بيبقى سعيد. عند زيادة الموضوع عن كده، يعني خدي بالك عندنا هوس خفيف، دول بيبقوا ناس فكاهيين جدا ونشطاء جدا، ينام 3-4 ساعات في اليوم وبقية اليوم هو شغال زي المكنة، وينتج ويبدع وكل حاجة وما يحسش بالتعب. وما يحسش بالتعب. ده الهوس الخفيف. بس مثلا ايه لو احنا قاعدين في مكان ودخل علينا في خلال 2-3 دقايق كل اللي قاعدين فيهم بيضحكوا، يعني بيعدي اللي حواليه كمان، مش بس بيبقى يعني لا 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 ثواني بقى يا دكتور، ده ازاي ده يعني ايه؟ اللي بتكلم عليه ده اقل الدرجات. اقل الدرجات ده اقل الدرجات، بيبقى فيه معاه كمان نوع من، طب يعني ماشي هو بيضحك واحنا فاهمين هو بيضحك ليه، هو هو سعيد ومبسوط، هو غالبا طب بيبقى، والناس اللي قاعدين هيضحكوا ليه؟ غالبا بيبقى مبتسم جدا، مرح قوي، هو يعني بيخلي الجو فيه مرح فيخلي الناس وبيمسح يعمل قفشات وحاجات كده في وسط كل بقى مزاجه يعني احلو، يجي يفتح نفسنا مثلا يعني في العياده لما كنا هو صغيرين. المصريين هيبقى عندهم هوس يا دكتور؟ لا الحقيقه هم الاكتئاب يعني مأثر عليهم اكتر من الهوس. لا مش للدرجه دي. المشكله الاكتر بقى انه بيبقى فيه نوع من الانفلات الاجتماعي، بمعنى انه الحاجات اللي احنا عاده ما نتكلمش فيها قدام الناس لانها تكسف، لانها عيب، لان دي حاجه موضوع خاص، هو يتكلم عادي خالص. يبقى لو شاف واحده عجبته على طول يدخل عليها ويتكلم معاها عادي، الله انت جميله قوي تيجي تتجوزيني، والعكس بيحصل. يعني لو بنت في الحاله ديت ممكن الولد اللي يعجبها تروح هي تتكلم معاه وتقول له ايه رايك انا حلوه وانت كويسه بتتجوزني، ما تاخدش بالها ان ده كلام ما يتقالش، وممكن تعمل الكلام ده قدام ماما وبابا. طب وماما وبابا بقى ما بيبقوش واخدين بالهم يعني ان في حاجه مش طبيعيه؟ لا ماما هنا هياخدوا بالهم ان في حاجه مش طبيعيه طبعا. انا بتكلم هنا على حاله هياخدوها ويروحوا بيها للدكتور. طب احنا يعني الشخص اللي بيبقى كده يا دكتور يعني ايه اللي يوصله للحاله دي؟ هو اللي حاصل هنا اولا ده عكس الاكتئاب. طبعا عكس الاكتئاب، يعني البني ادم اللي بيضحك ومبسوط ده وحاسس بنفسه قوي، يبقى بدل ما كنا في الاكتئاب زعلان وحزين ومزاجه تحت وحركته قليله وافكاره نفسها بطيئه، هنا العكس كل حاجه بسرعه. حتى لما بنوصف عمليه التفكير بنقول طيران الافكار، لما يجي يتكلم معاكي ليه بيخش من موضوع لموضوع 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 ورا بعضه ما بيفصلش، يتوهك. عمال يتكلم، اهله يجي يقولوا ده بيتكلم 24 ساعه ما بيفصلش، بس كل مره وانت ماشي معاه في الكلام ليه معنى، يعني هو بيقول حاجه بس كتير قوي الحاجات اللي بيقولها وكلها حاجات ليها معنى، يعني مش بيتكلم اي كلام وخلاص. لا مش اي كلام وخلاص، لكن مثلا ايه السلام ممكن تخليه يربطها بالحمام، تربطها بالناس ونيام، يعني في سجع كمان في الكلام، والسجع يجيب فكره، يعني يربط افكار بمجرد سجع في اخر الكلمه. طب ده مفيد يعني، ده مرض مفيد يعني؟ لا ما اقدرش اقول عليه مرض مفيد، لانه طبعا لما بنوصل للحالات الزياده بقى تبتدي المساله. لا اللي احنا بنتكلم عليه كده يا دكتور ده اول درجه. لا اول وتاني.
اول وتاني درجه. خلاص، واللي بيفرق ما بينهم هل في يعني تاثير على شغله وعلى ادائه الاجتماعي. خد بالك برضو انه مش دايما المساله بتبقى صوره ورديه زي ما انا بحكيها كده، احيانا بيبقى بدل المزاج العالي والمرتفع، بدل ما يبقى مزاجه عنب يبقى مزاجه مقريف. وبرضو زياده شويه مايل للاكتئاب. لا، اللي هو انا حاسس ان انا كويس قوي بس المكان اللي انا فيه مش من مستواي. او ايه، او انا عايز كتير قوي. يعني مثلا يصحى الساعه 3 الفجر، خلاص هو كده صحي وبيتصل بقرايبه او يخبط في البلد لو احنا فلاحين، يروح يخبط على عمامه وجيرانه وكده الساعه 3 بالليل، عايز حد يقعد معاه. فالناس ما يعني ايه اللي انت بتعمله دوت، يبتدي يتنرفز بقى، هو حاسس الناس مش قادره تبقى في مستواه، يبتدي المرض يبان، يبتدي يتنرفز. يعني اللي كان الاول بيضحك ومبسوط لا يبتدي يتنرفز ويتخانق. ده في حاله اللي بيضحك ومبسوط. ايوه، لو عايز بقى يتونس بالناس وممكن يتقلب. ما هو بقى لما يلاقي ناس مش ماشيه معاه او مش قادره توفي اللي هو عايزه دوت، ممكن يبتدي يتخانق معاهم ويعمل مشاكل. عندي زياده عن كده بيبتدي يبقى فيه بقى، يعتقد ان هو انا مليون بونابرت، يعتقد ان هو المهدي المنتظر لو المساله واخده شكل التدين. خلاص، من نفس الكلام انه ممكن يقعد يصلي 3-4 ايام، يمشي مثلا يقرا قران بصوت عالي على طول، مش عايز يبطل. يعني لانه الهوس بالشكل اللي انا وصفته ده بيبقى جزء من لسه ما قلناش اعلى درجه. لسه يعني اعلى درجه الاولى والثانيه، ولسه ما قلناش الثانيه. اعلى درجه بيبقى المساله واصله الى ان افكار العظمه بتاعته او مشاعر العظمه تصل الى معتقدات. يبقى هو يعتقد تماما انه المهدي المنتظر، بتصل الى من يعتقد انه المولى عز وجل. يعني يقول انت هتقوم تصلي هتصلي لي. الى هذا الحد شفتها كذا مره. خلاص، احساسه زياده قوي بالعظمه. الوضع ده بقى معناها انه ممكن يبقى عدواني على الاخرين لما ما يسمعوش كلامه. انا بقول لحضرتك، طب هو في الحاله دي الشخص اللي بيبقى حاسس بالعظمه قوي كده بيبقى بيتعامل مع الناس ازاي؟ من انهي يعني من انهي زاويه؟ من فوق خالص. ان هو اعلى حاجه في الدنيا وان اللي تحت دول ولا حاجه. وفي نفس الوقت بقى معاه زياده في النشاط جدا جدا، حاسس بقوه رهيبه جدا جواه. فبقينا احنا بنخش كده في العيان اللي بقى خطر. اللي هو العيان ما ينفعش يتعالج في الشارع او ما ينفعش يتعالج بره مستشفى. المهم انه نوبه الهوس دي بتبقى جزء من اضطراب تاني. يعني هذا المريض هو نفسه اللي بعد شويه ممكن يجيله اكتئاب. عكس المنظر اللي احنا شايفينه ده خالص، اللي هو ممكن يبقى شويه اكتئاب وشويه على مدى حياته. خدت بالك؟ انتشاره طلع اكتر مما كنا متخيلين. زمان كنا بنقول عليه 1%، دلوقتي اعتقد النسبه ابتدت تتزايد. الفتره الاخيره ابتدى يزيد. بس لابد فيه من علاج دوائي، مثبتات، حاجه بنسميها مثبتات المزاج. واذا كانت هناك اعراض ذهانيه او معتقدات خاطئه بنحتاج بعض مضادات الذهان في الادويه اللي بتستخدم للعلاج ده. وكمان افهم العيان ان ده مرض طبيعته التكرار، ان هذه النوبات تتكرر في حياتك، وانك المفروض تنتظم على مثبت مزاج حسب بيحدده الدكتور بقى بعد ما يكشف عليه ويشوفه ايه الانسب ليه وتستمر عليه. طيب مؤذي يا دكتور؟ يعني ممكن يأذي اللي حواليه؟ يبقى بيفكر ان هو ازاي يأذي الاخرين على اعتبار ان هو شايف نفسه اعلى منهم؟ لا، هو مش هيبقى يأذي الاخرين. هو يعني اذا اذى الاخرين لان الاخرين ما سمعوش كلامه او مش ماشيين معاه. يعني ما بنفرضش فيه الشر خالص. هو يمكن لما بيكتئب بيأذي نفسه، دي بتبقى مع الاسف الشديد موجوده قوي. يأذي نفسه ينتحر. خدت بالك؟ يعني هو ده العيان اللي بيبقى بيتارجح ما بين قطبين متناقضين تماما. ده ممكن على اعتبار ان حاسس يعني ان هو لا يعني الدنيا دي هو لا المفروض انه ما يبقاش فيها، يعني شايف ان هو مستكبر انه كمان يبقى هنا كده. هنا في الهواء. بصي، انا هو لما بينتحر بينتحر في نوبه الاكتئاب. لما بيبقى خلاص بقى. لكن امتى في الهوس ينتحر؟ بيبقى مش قصده ينتحر. هو معتقد انه يعني لا يصيبه شيء، هو ممكن ينط من فوق الجامعه. لو نط من البلكونه مش هيحصل له حاجه. سالت حضرتك ناخد ام سيد. الو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحتي عايزه اكلم الدكتور. اتفضلي. يعني الدكتور 10 من السنه يفضل تعبان كده حوالي شهر شهرين. وبعد كده يعني بيخف، يدوني العلاج او احجزه في المستشفى اسبوعين ثلاثه. ايوه. ويمشي على العلاج حوالي اسبوع او اثنين وابص الاقيه بقى كويس. ما هو حضرتك بتوقفي العلاج وده الغلط. أنا هو المفروض ينتظم على العلاج على طول. بوقفه فعلا العلاج. لا يا فندم، ما يوقفش العلاج خالص. العلاج اللي بيتحسن عليه بيستمر عليه. يعني وبيبقى فيه دايما متابعه مع الدكاتره اللي كاتبين له العلاج دول،
بحيث ان هو يمشي على العلاج دوت لحد قد ايه. اذا كانت النوبه تكررت اكتر من مرتين ثلاثه يبقى هو هيستمر فتره مش اقل من 5 سنين يا ماما علشان تحافظي على حياه ابنك. 5 سنين ياخد العلاج ده بس؟ ده على الاقل. دول هم قالوا لي من 6 اشهر لسنه. لا يا فندم، لا لا لا، طالما بتجيله بتقعد معاه حوالي من شهر لشهر وشويه ممكن ياخد العلاج من 6 اشهر لسنه. يا ستي لا، هو المفروض يستمر على العلاج على طول. الله يهديكي على طول. طب ماشي يا دكتور، اتفضلي يا رب. احيانا مستشفيات الحكومه بتقول العيانين يعني عشان ما يفضلوش رايحين جايين ياخدوا الدواء يعني وبقيت كل 6 شهور او خلاص. وبعض الاحيان بتعمل بنيه طيبه انه اربطهم بس بيا انه يعني عشان العيان بيبقى عايز مجرد ما خف يبطل علاج، وده اخطر شيء في حاله مريض الهوس لانها زي ما قلت ان النوبات بتتكرر. العلاج بقى يا دكتور، العلاج ده بيبقى يعني زي ما نقول مسكنات ولا علاج فعلا يعني؟ لا، هو مثبت للمزاج. هو الاضطراب هنا عباره عن انه الانسان مزاجه يا فوق يا تحت، فوق بقينا هوس تحت بقى اكتئاب. فاحنا بنخليه في النص، بنحاول نخليه يبقى في اعتدال. بالظبط كده، هو ده المقصود بمثبتات المزاج. فهي حاجه المفروض يستمر عليها طالما تكررت النوبه اكتر، يعني بعد اول مره هي المفروض ندي سنتين مش 6 شهور ولا سنه، لا سنتين. تعب تاني يبقى خلاص هو كده عرفنا ان هذا من النوع الرديد اللي حضانه رايح جاي رايح جاي رايح جاي، يبقى المفروض يستمر على العلاج. طيب مريض الهوس يا دكتور، ايوه، ايه اللي بيوصله في المراحل بقى الثلاثه اللي احنا قلنا عليها؟ يعني ناخد اول مرحله الاول، ايه اللي بيوصله لاول مرحله؟ اللي بيوصله لاول مرحله يعني هو احنا ما نعرفش السبب على وجه الـ يعني وجه اكيد ما نعرفش، لكن هناك تغيرات في كيمياء المخ. لكن تغيرات حضرتك اهو قلت تغيرات في الجسم نفسه او في كيمياء المخ، لكن مش اي حاجه محيطه بيه. دور الحاجات اللي حوالين منه مش اكتر من عوامل مساعده في الموضوع. بتزود. هنا الوراثه مثلا عاليه جدا. ما انا بقى ده اللي انا عايز اسال حضرتك. الوراثه عاليه جدا في هذا الاضطراب. يعني واضحه. طب يعني الشخص اللي هو بيتخيل ان هو يعني احسن من الناس كلها وهو اعظم من الناس كلها، هل مثلا ما بيبقاش وهو طفل الاسره او البيت مش دايما بيقولوا له الكلمه دي فبيخلوا ده جواه؟ احنا بعيدين تماما في الاضطراب اللي بنتكلم عنه، وبعيدين تماما عن مساله ان يكون ليه اسباب نفسيه وان التربيه ليها دور او الكلام ده كله، لا خالص. الكلام ده كله هنا يعني يعني المشكله هنا، المشكله في دورويه المزاج. المزاج اصلا بتاع الناس كلها المفروض ان هو بيتقلب، هم عندهم التقلبات حاده جدا ويعني بتتغير من فتره لفتره، ايه اللي بيبتديها الله اعلم. خلاص، ايه اللي بيخلي النوبه تفضل بس في مستوى الهوس الخفيف او الهوس اللي ازود شويه ومعهوش اعراض ذهنيه او توصل لاعراض ذهنيه برضه مش معروف ليه، ما نعرفش ليه. هو احنا بنراقب المريض ونشوف الاعراض اللي موجوده عنده وبناء عليه بنحدد الخطه العلاجيه بتاعته ونشوف هو في انهي درجه. اهو الناس اللي داخلين يمتحنوا دكتوراه في الطب النفسي، السؤال بيبقى ايه؟ لو عندك عيان، العيان ده عنده السكر بتاعه مش مظبوط والضغط بتاعه مش مظبوط، يعني عنده مرض السكري وعنده مرض ارتفاع ضغط الدم وعنده اكتئاب، ومطلوب منك تبتدي تعالجه، تبتدي تعالج انهو مرض في دول؟ فتخيل الرد يكون ايه؟ الرد الوحيد اللي ينجح انك تقول عالج الاكتئاب مش الضغط ومش السكر، لان الاكتئاب اخطر. ممكن يكون هو اللي بيؤدي بالاثنين؟ مبدئيا اخطر، ثانيا هو بيخلي قدره الجسم على التعامل مع المرضين التانيين اسوأ، ثالثا لما بعالجه بحسن استجابه الجسم للعلاج. اي علاج. طبعا. فاذا الاكتئاب المريض الاكتئاب بيبقى حاسس ما ينفعش ان هو اعرف ان حد مكتئب في اي حاجه في الدنيا. والامل ده مهم قوي لاي انسان. يبقى انا لما اعرف انه عنده اكتئاب ما ينفعش اخبي عليه. ما ينفعش اقول انا الولد، انا ملاحظه ان الولد موسوس بس انا ما ينفعش اوديه الدكتور، الولد عنده 8 سنين من دلوقتي اوديه الدكتور نفساني، لا 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 هو هيكبر ويبقى كويس. طب في الاطفال الهوس ده ممكن يجي لهم ازاي؟ يعني على شكل ايه؟ بصي الصوره في الاطفال مختلفه شويه عن الكبار، وبتبقى واخده اكتر شكل قله الانتباه مع فرط الحركه، يعني بيبقى صعب قوي يتفرق جدا. في اضطراب خاص بالاطفال اصلا اسمه يعني او اكتر في الاطفال اللي هو فرط نقص الانتباه مع فرط الحركه، اتحرك كتير قوي ومش عارف يركز في حاجه. خلاص دي موجود قوي في عيالنا الصغيرين. الهوس لما بيجي للاطفال بيبقى تقريبا بنفس الشكل وصعب قوي تفريقهم من بعض. هو عموما الحمد لله يعني حتى الان قليل في الاطفال، وان كان في السنين الاخرانيه ابتدى نسبته تزيد ومش عارفين ليه. هل هو حاجه في الاكل، حاجه في الحلويات، حاجه في التلفزيون، حاجه في الكمبيوتر؟ انا بتكلم في الحلقه دي كلها عن
الهوس. الهوس هنا نوبة. يعني ايه نوبة؟ يعني بتيجي حاجة بتيجي وبتروح؟ ليها بداية واضحة ونهاية واضحة. اه واخد بالك؟ اه بتيجي وتروح طبعا، وبتروح على فكرة بعلاج او من غير علاج. الفرق بس ان انا لما معالجهاش هتقعد فترة طويلة قوي وممكن يحصل مصايب.